اللقطة اللي جاية بتتعلق بجونيور أجاييه، بعد اللقطة اللي حضراتكم بتشوفوها في البرنامج، وأنا من خلال جونيور أجاييه هبتدي أخبار النادي الأهلي النهاردة. أجاييه الوضع بالنسبة له إصابة طويلة شوية، جاله بالظبط بالتحديد خلع في الوتر الوحشي للكاحل. الخلع ده هيحتاج عملية جراحية، ده بعد ما تم استشارة كل الأطباء وتم اتخاذ القرار كل أجمع على لازم يبقى في عملية للأجاييه. اللقطة دي بقى اللي حضراتكم شايفينها والأول مرة بتتذاع، دي مواساة سعد سمير ووليد سليمان كباتن النادي الأهلي، الاثنين كباتن النادي الأهلي، لجونيور أجاييه وهو بيبكي. اللاعب كان زعلان جدا لما عرف اللقطة دي بالتحديد، يا جماعة كانت أول امبارح لما اللاعب عرف إنه خلاص لازم هيعمل عملية، فبالتالي بيغيب عن مباريات النادي الأهلي وبالتحديد كمان عن مباراه الاهلي في كاس العالم للانديه، وده كان حلم لاي لعيب خصوصا بعد انت ما هتعود للمشاركه بعد فتره كبيره جدا 7 سنين، فاي لعيب هيزعل. أجاييه حريص جدا ان هو يتواجد مع النادي الاهلي في كل المباريات سواء في الدوري او في اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي، ما بالك كمان لما تكون بطوله كاس العالم للانديه. فانا بطالب جمهور النادي الاهلي ومتاكد جدا بدورهم خلال الفتره اللي جايه في دعم جونيور أجاييه، واحد من اللعيبه الاهلاويه قوي اللي بيحب الاهلي من قلبه يعني. لقطة مهمة وبتبين لك كمان الروح اللي ما بين لاعيبة النادي الأهلي وبعضهم، مواساة مهمة جدا من سعد سمير كابتن النادي الأهلي ووليد سليمان أحد كباتن النادي الأهلي أيضا للجونيور أجاييه، ويعني بيقولوا له خلاص ما تزعلش، ده قدر، الإصابة دايما بتبقى قضاء وقدر، وإن شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل ويرجع سريعا. هو هيغيب 3 شهور، يعني إن شاء الله 3 شهور يبقى في الملعب، يعني الإصابة من شهرين ونص لتلاتة، 3 شهور يبقى في الملعب بإذن الله تعالى، مفيش وتر أكيليس ولا حاجة، والموضوع زي ما قلت لحضراتكم بالظبط خلع في الوتر الوحشي للكاحل، فبالتالي جراحة وبإذن الله يعود أجاييه لصفوف النادي الأهلي أحد أبرز اللاعبين على مدار السنوات الماضية. لكن أنا أصريت أن أذيع اللقطة دي عشان أبين لحضراتكم دايما النادي الأهلي العلاقات ما بين اللاعبين فيه بتبقى عاملة إزاي، زي اللقطة دي على غرار اللقطة اللي فاتت بتاعة السولية وكهربا ومحمد شريف، وهي دي السمة الأساسية اللي بيمتاز بيها لاعبي النادي الأهلي، وهي دي السمة الأساسية اللي بتقودك دايما لتحقيق الألقاب والبطولات والإنجازات الهامة. لقطة مهمة جدا في الحقيقة، وإن شاء الله بإذن الله الأمور تسير على ما يرام خلال الفترة الجاية بالنسبة لكل لاعبي النادي الأهلي. طيب